عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب خلال زيارته الحالية إلى بيروت. شهد اللقاء حوارا معمقا يؤكد على دعم مصر الراسخ للبنان الشقيق، كما استعرض الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتداعياتها على الوضع في لبنان في ظل الجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار لبنان.